هاي اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه حبايبي؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وتمام. تمام ان شاء الله. النهارده حبايبي هنعمل كيكه، بس برضو على طريقه مطبخ هاله. ان شاء الله الوصفه تعجبكم، وزي ما قلنا قبل كده، ايه اللي ما اشتركش ينزل يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس فضلا وليس امرا. اوعي تنسي اللايك، اللايك الجميل بتاعك فين؟ يلا انزلي، مستنية اللايك بتاعك. ولو ليكي اي طبخة عايزة تعمليها او عايزة تعرفي طريقتها، ياريت تكتبيها لي في الكومنت، وانا برد على الكومنتات كلها على فكرة. يلا بينا يبتدي الوصفة، يلا بينا مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة في وصفتنا معنا مقادير بسيطة جدا، متكونة كلها من 1.5 كوب دقيق، ومعانا 1.5 كوباية سكر، ومعانا 1/4 زيت، ومعانا فانيليا، ومعانا بيكنج باودر 2 كبار، ومعانا 1 كوباية لبن، ومعانا طبعا الاساسي 3 بيض. احنا دلوقتي معانا 3 بيضات، هنضيف عليهم الفانيليا كمان، هضيف عليهم 1.5 كوباية سكر تقريبا. طبعا الناس اللي بتحب تقلل السكر براحتها، السكر حسب الرغبة، زيه زي البلح بالظبط. زي ما احنا ما شايفين، ابتديت اشغل المضرب، هضرب المكونات مع بعض. 3 بيضات، فانيليا، 1.5 كوباية سكر، هفضل اضرب فيهم بمضرب البيض كده لحد ما اللون ما يتغير يا جماعة، زي ما احنا ما شايفين. اول ما يتغير اللون معايا زي ما احنا ما شايفين كده، هبتدي انزل الزيت. وكمان انزل 1 كوباية اللبن. ارجع تاني واشغل المضرب عشان ادمج الخليط مع بعضه. زي ما احنا ما شايفين كده، سرعة بطيئة الاول، وبعد كده ممكن ازود السرعة براحتي، بس طبعا من الافضل ان احنا نخلي السرعة بطيئة. دمجت الزيت واللبن مع بعض، هبتدي اضيف 1.5 كوباية دقيق، بس بالتدريج واحدة واحدة. انا لحد دلوقتي لسه ما ضفتش البيكنج باودر، يعني على الاقل خالص بعد 1 كوباية دقيق ادمجها مع الخليط، هبتدي اضيف البيكنج باودر. واحدة واحدة زي ما احنا ما شايفين كده يا بنات، انزل الدقيق، واول ما يختفي معايا في مضرب البيض زي ما احنا ما شايفين كده، هبتدي انزل 2 معالق البيكنج باودر، اسفة، 2 معالق بيكنج باودر. اكمل بقى يا بنات بعد كده اضافة بقية الدقيق كله، واخلص 1.5 كوباية دقيق. زي ما احنا ما شايفين كده، بضيفها شوية بشوية
لحد ما خلص الكمية كلها. ليه ما ضفتهاش كلها؟ عشان ما تعملش عندي تكتل. لما بضيفها واحدة واحدة كده زي ما احنا ما شايفين بديها راحتها وبخليها تندمج. ومعانا دلوقتي سر الوصفة كلها، معلقة الخل. المعلقة دي هي اللي بتخليلي الكيكة سوفت وهشة وبتخليها مرتفعة ما تهبطش مني. دلوقتي طبعا احنا هندمجهم كويس جدا مع بعض وهنفصل المضرب. نبتدي نجيب صينية او قالب المتوفر عندك، طبعا نكون دهنينه كويس جدا بالسمنة او الزيت، ده برضو حسب الرغبة. ونبتدي ننزل فيها الخليط كله زي ما احنا ما شايفين كده. هدخل الصينية ديت او القالب بتاع الكيكة، هدخلها على درجة حرارة في الفرن 180، وهي بالظبط بتاخد ساعة الا ربع. زي ما احنا ما شايفين كده، ده شكلها بعد ما خرجت، وكمان سبتها تبرد. لازم اساسي يا جماعة نسيبها تبرد، بعد كده بقطعها زي ما احنا ما عايزين. اتمنى طبعا لو الفيديو بتاعي وصلتي معايا لحد هنا يبقى اكيد عجبك الفيديو. اتمنى ان انتي تنزلي تعملي لي لايك، ولو انتي مش مشتركة معايا في القناة انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. وشكرا جدا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.